أهلا بكم في فيديو جديد، معلومات عن فتاة حادثة طريق الجلالة المروع. حادث مروع شهده طريق الجلالة باتجاه الزعفرانة بدائرة مرور محافظة السويس خلال الساعات القليلة الماضية. شهد طريق الجلالة حادث اصطدام سيارة ملاكي تقودها فتاة تدعى إيمان نايل بمقطورة نقل أثناء سيرها عكس الاتجاه بسرعة جنونية تجاوزت 180 كيلومتر، مما تسبب في انفجار السيارة الملاكي وتدميرها تماما وانقلاب المقطورة. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صوره أحد المواطنين يبين الحادث بأكمله. انتهى بمصرع إيمان نايل صاحبة 23 عام على طريق الجلالة بالسويس إثر سيرها عكس الاتجاه. الفتاة صاحبة الحادثة تدعى إيمان نايل وهي وحيدة أسرتها. تبلغ الفتاة صاحبة الحادثة 23 عام. سبب الحادث المروع هو اصطدام الفتاة التي كانت تقود السيارة بسيارة أخرى وكانت تسير عكس الاتجاه بسرعة جنونية.